مش هقول على الفيديو ده الا يا لهوي بجد فعلا انا مش لاقي كلام يوصف الفيديو ده. الفيديو ده عبارة عن دخول شباب جامعة عين شمس لحفلة احمد سعد. ده كانت الحفلة قبل رمضان باسبوع. انا عايزكم بس تركزوا في اتنين في وسط الهيصة دي كلها، البنت ام اصفر والولد ابو خضر، يعني فعلا دول ابطال الفيديو. يعني انا عايزكم تركزوا عليهم من اول فيديو لغاية اخره. اللي بيحصل مليطة مدعكة مطحنة، انا مش عارفة البنات من الولاد. ايه المنظر اللي مش ممكن ده؟ مين يقبل على بناته انه يبقى بالمنظر ده؟ تحالف يطلعها حامل، والله العظيم ده لو كانت، يعني انا مش عارف هو بيحامي عنها ولا هو بيتحرش بيها ولا هو مصدق الموضوع في هيصة فهو مهيص في الهيصة، انا مش فاهمة. بس انا عايزة اقول لكم ان مفيش حد سايب حد، البنات ادعكت في وسط الولاد، يعني مفيش بنت طلعت سليمة من وسط القصة دي كلها بجد. انا مش شوف، لا هو ابو اخضر اللي عامل عمايل سودة، بصراحة انا مش عارفة اوصف ازاي مشاعري وانا شايفة ابو اخضر. بس اللي بيحصل يعني انا اودي بنتي تبقى بالمنظر ده يعني عشان احمد سعد نعمل ده كله؟